مولاتي، إنك لتجلبين الأذى لنفسك فقط. فالخادمة والطاهية خرجتا تتنزهان وتجمعان التوت البري من الأحراج، وكل كائن حي يصر في هذا الطقس اللطيف، حتى أن قطتنا تسعى إلى ما يسرها، فها هي تروح وتغدو في الفناء تصطاد العصافير. أما أنت فإنك تقبعين طول النهار في هذه الغرفة وكأنك في دير، لقد انقضت سنة كاملة وأنت حبيسة في دارك. لن أخرج من هذا البيت أبدا، وما الذي يدعوني إلى الخروج؟ انتهت حياتي. فهو يركض في القبر وأنا قبرت نفسي بين جدران هذا البيت، فكلانا ميت. لا لا سمح الله يا مولاتي، توفى الله نيكولاي ميخايلوفيتش فهذه إرادته، وللمرحوم ملكوت السماوات. أما أنت فإنك حزنت على زوجك ما فيه الكفاية، ولا يجوز لك أن تقضي العمر كله في البكاء والنحيب. وأقول لك بهذه المناسبة إن عجوزتي أيضا توفاها الله، فحزنت عليها وبكيتها شهرا كاملا، ثم سلمتها لأن الحداد عليها طول العمر لن يبعثها ثانية إلى الحياة. لقد نسيت جيرانك كلهم يا سيدتي، وأقلعت عن الأسفار والرحلات، وغدوت لا تقبلين الزائرين، وأسامحك العذر إن قلت لك لقد أصبحنا نعيش مثل العناكب لا نرى للنهار ضوءا. أما رداء خدمتي فقد أكلته الفئران لعدم استعمال إياه. ربما يكون لك حق في منهجك هذا لو لم يكن حواليك أناس طيبون، غير أن المنطقة تعج بالسادة الأفاضل، ففي قرية ريبولوغا يعسكر طابور وضباطه يقطرون حلاوة، وهناك في كل أسبوع حفلة راقصة، وفي كل يوم تعزف الموسيقى العسكرية. إنك يا سيدتي إنك لصبية جميلة فاتنة، إنك مزيج من الدم والحليب، ولا ينقصك شيء سوى الحياة والابتهاج. فالجمال لا يمنح للمرء إلى الأبد، فإذا ما انقضت 10 سنوات من عمرك فستجدين نفسك تواقة للتبختر في الطرق، تجرين ثوبك الفضفاض وتثيرين الغبار في أعين الضباط. فأسرعي قبل فوات الأوان. أرجوك ألا تعود إلى مثل هذا الحديث، فأنت تدري تماما يا لوكا أن الحياة فقدت كل قيمة في نظري منذ أن توفي نيكولاي ميخايلوفيتش. وإذا ما تراءى لك أني حية فما ذلك إلا مظهر خارجي لا غير. قد أقسمت بأن لا أنزع عني ثوب الحداد، وأن لا أشاهد النور حتى أنزل القبر. أسامع أنت، فليكن شبحه شاهدا على ما أكنه له من فوق. أجل، ولا أفشي سرا إن قلت لك إنه كان معاملة جائرة قاسية، بل ولم يكن أمينا في حياته الزوجية. ومع ذلك فسأظل مخلصة له حتى النفس الأخير، وسيرى كيف سيكون حبي له، وسيرى في ذلك العالم الآخر أنني ما زلت أمينة له كما كنت قبل مماته. أليس من الأفضل لك يا مولاتي أن تخرجي إلى الحديقة لتتنزهي بدلا من إضاعة الوقت في مثل هذا الحديث؟ أتأمرين أن أعد لك الحصان توبي أم جورا؟ مولاتي أماه ماتوشكا، ما بك؟ لقد أحب المرحوم الحصان توبي،
كان يمتطي في زياراتي لأسرتي كورتشاغين وفلاسوف. أتذكر كيف كان يجذب لجامه بشدة ويسوسه ببراعة؟ أتذكر تلك الطلعة الفروسية الجميلة؟ المسكين توبي، لا تنسى يا لوكا بأن تأمر السيس أن يقدم حصة إضافية من الشوفان للحسابتو. تأمرين أمرا. من ذا؟ قل لزهير أنني لا أقابل إنسانا أبدا. سمعا وطاعة للمرأة. ها أنت ترى يا نيكولاي ميخانوفيتش، كيف أستطيع أن أحب وأسامح؟ أثق بأن حبي لك لن ينطفئ إلا عندما يقف قلبي عن نبضه. لا تخجل من سلوكك لحظة، إني امرأة أمينة، أقفلت الباب على نفسي وسأظل مخلصة لك حتى القبر. آه منك ألا تخجل من أفعالك؟ قد كنت تخوني وتسبب لي المشاكل وتتركني في البيت وحيدة أسابيع بكاملة. مولاتي، بالباب رجل يريد مقابلتك. ألم تقل له أن منذ وفاة زوجي لم أقابل إنسانا؟ قلت له ذلك، إلا أنه أبى الإصغاء إلي وقال إنه أتاك في مسألة هامة جدا. إنني لا أقابل أحدا أبدا. أفهمته حقيقة الأمر، غير أنه رجل ملحاح شتان اقتحم البيت عنوة وهو الآن في بهو المنزل. لا بأس، دعه يتفضل. يا له من جهل، هؤلاء الناس شعاب الميراث. ما الذي يريدونه مني؟ لماذا يعكرون علي راحتي وهدوئي؟ ولكني لا أحمل المبلغ الآن، فرجائي إلي أن تنتظر حتى يعود وكيلي من المدينة وسأمره بتسديد الحساب. أجل، لن أتمكن من تلبية طلبك بأي صورة كانت. ويضاف إلى ذلك، أنا في هذا اليوم تكتمل السنة على وفاة المرحوم زوجي، وتراني في حالة نفسية لا أرغب مع البحث في مسائل مالية. وأنا الآن في حالة نفسية أشعر معها بأنني إن لم أدفع الفوائد غدا للبنك الزراعي فستجزأ أملاكي وستنقلب حياتي رأسا على عقب. بعد غد فقط أقبض مالي. إنني بحاجة ماسة إلى المال اليوم وليس بعد غد. إنني عاجز عن دفع المبلغ الآن. وأنا عاجز عن الاستبار حتى بعد غد. وماذا أفعل ما دمت عاجزة عن دفع المبلغ اليوم؟ إذن أنت عاجزة عن الدفع. أجل عاجزة. وهذه هي كلمتك الأخيرة. الأخيرة نهائيا. أشكرك جدا. سنرى ذلك. ويريدون مني أن أكون هذه الأعصاب. سيقابلني المحصل في الطريق ويسألني: ما الداعي إلى غضبك هذا يا غريغوري ستيبانوفيتش؟ فأجيبه: حلمك وكيف لا أغضب، إنني بحاجة قصوى إلى المال، سعيت في طلبه منذ أمس الباكر وعرجت على مديني جميعا ولم يدفع لي منهم أحد دينا. لقد كدت أهلا مثل الكلب، قضيت ليلي في الحرام منطويا على نفسي إلى جانب برميلنا، وأخيرا جئت إلى السيدة ميخالوفيتش بعد أن قطعت مسافة 70 فرسخا مسافرا على أمل أن أقبض ديني، وإذا بها تطعمني حالات نفسية. أفلا يحق لي أن أغضب؟ أظن أنني قلت لك بصريح العبارة
عندما يعود وكيلي من المدينة تقبض مالك. إنني لم آتي للوكيل وإنما أتيت إليك. ولي ولي أي عفريت يلزمني وكيلك؟ عفو. إنني لم أحدث سماع مثل هذه العبارات النابية واللهجة المستغربة، ولن أصغي إليك أكثر مما أصغيت. يا للدلال، حالة نفسية. والوكيل سافر إلى مكان ما وغير ذلك من الخزعبلات. ما العمل؟ أفر من أصحاب الدون إلى سيبيريا، أم أضرب رأسي بالحائط؟ ذهبت إلى جروزوف فلم أجده في بيته، وذهبت إلى ياروشينيتش فاختبأ، وذهبت إلى ياكوف فتشاتمنا وكدت أقذف به من النافذة، وذهبت إلى مازوتوفا فوجدتها مريضة بالكوليرا، وأخيرا جاءت إلى هذه وإذا بها في حالة نفسية لا تسمح لها بالدفع. لم أقبض من هؤلاء الأشقياء شيئا، والسبب في ذلك أني عملتهم أكثر مما يستحقون. أنا مربي لهم أم خادمة أم ماذا؟ أجل لطفتهم في السابق كثيرا، أما الآن فلن أسمح لأحد بممازحتي. سأظل مقيما هنا إلى أن أقبض مالي. رباه. إنني حان اليوم. أيها الخادم، أيها الخادم. ما حاجتك؟ آتني بقدح من الكفاس أو الماء. أي منطق هذا؟ رجل بحاجة ماسة إلى المال ويهدد نفسه بالشنق، لم يحصل عليه فيأتي لهذه السيدة طالبا دين زوجها، فإذا هي تأبى الدفع. يا له من منطق النسائي المشوش. إنه الذي حدا بي لعدم حب النساء والتحدث إليهم، وغدوت خير أن أجلس على برميل من البارود من أن أجلس إلى جانب امرأة وأتحدث إليها. إنني لا أطيق رؤيتها ولا رؤية مثيلاتها من المخلوقات الشعرية، ويبدو لي أنني إن رأيت إحداهن ولو عن بعد فسترتعد فرائسي، وسأطلب من الديدان النجدة. السيدة مريضة وهي غير مستعدة لمقابلة أحد. اخرج اخرج. مريضة ولا تستقبل أحدا. وماذا يهمني من أمرها؟ أنني باق من هنا ولن أخرج حتى أتحصل على مالي. إن بقيت على فراش المرض أسبوعا فسأبقى إلى جانبك أسبوع، وإن بقيت سنة فسأبقى إلى جانبك أيضا. سترين كيف يأخذ حقي منك. يا أماه بوبوفا، ثقي بأن حدادك والنقر التي على وجنتيك لن تؤثر فيه. أنني أدرى بهذه النقر. سترين. سيمون سيمون. نعم سيدي. ارفع العدة عن الفرس، إننا لن نرحل عن هذا المكان على وجه السرعة.
إنني باق هنا. كلهم يرفضوا دفع المال. بالأمس قضيت ليلة على أسوأ حال، وهذه السيدة تقول إنها تجر ثوب الحداد ونفسيتها مريضة. أني أحس بوجع في رأسي. أشرب فودكا أم ماذا؟ أيها الخادم، أيها الخادم، ما الذي تريد؟ أأتني بكأس من الفودكا. لا بأس، هيئة حسنة، لباسي مغبر وحذائي شيق وشعري غير مرتب وجسمي قذر. فيا أيتها السيدة، ما الذي حدا بك لأن تستقبليني كقاطع طريق؟ حقا إنها لقلة حياء مني أن أظهر في بيت استقبال كهذا وأنا على هذا الشكل. ولكن لا بأس، فأنا لم آتي إلى البيت ضيفا وإنما دائنا، ولا يطلب من الدائنين أن يظهروا بهم دم حسن. سيدي، أستسمحون لنفسكم بالبقاء هنا طويلا؟ ماذا؟ لا 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 شيء. اخرج. لقد جلس هذا العفريت على رأسنا، ويا له من حمل ثقيل. إنني حانق اليوم، إنني حانق وأحس بنوبة، إنني أشعر بوحكة. أرباه، أيها الخادم، أيها الخادم، سيدي الكريم، تعودت في وحدة طويلة الابتعاد عن الأصوات البشرية، كما أنني لا أطيق الصراخ بتاتا، فرجائي إليك ألا تقلق راحتي. لن أخرج من هنا قبل أن تدفعي لي دراهمي. أفهمتك بلغة روسية بأنني لا أحمل المبلغ المطلوب، فانتظري لبعد غد. لي الشرف بأن أفهمك بلغة روسية أيضا، أن المبلغ الذي أطلبه اليوم يلزمني اليوم وليس بعد غد، فإذا لم تدفعي لي دراهمي اليوم فسأجد نفسي مضطرا غدا إلى الانتحار. حقا إنك لغريب الأطوار، قلت لك أنني لا أملك المبلغ المطلوب، فعسي أن أفعل. ففي هذه الحالة أنا أعرف ماذا أفعل، سأبقى هنا إلى أن أتحصل على دراهمي، وسأجلس هكذا إلى أن تدفعي. إنني أسألك سؤالا صريحا، أينبغي علي أن أدفع الفوائد أم لا؟ أو تظنين أنني أمازحك؟ سيدي الكريم، أرجوك أن لا تصرخ هنا، فالمكان الذي أنت فيه ليس استبلاء. إنني لا أسألك عن الاستبلاءات، وإنما أسألك أينبغي علي أن أدفع الفوائد أم لا؟ إنك لا تحسن السلوك في الأوساط النسائية. كلا، إنني أتقن السلوك في أوساط النساء كل الإتقان. كلا، إنك تجهل ذلك تماما. كما إنك رجل غير مهذب،
فظ. فالناس المؤدبون لا يخاطبون النساء على هذا النحو الذي تخاطبني به. يا لها من قضية غريبة. كيف تأمرين أن أخاطبك أو خاطبك باللغة الفرنسية أم بغيرها من اللغة؟ ها؟ مدام، جو فو بري، إنني لجد سعيد لأنك لا تدفعين لي الدراهم اليوم. باردون مدام، لقد أزعجتك. الطقس اليوم جميل جدا، وثوب الحداد الذي تلبسينه ينسجم معك ويليق بك. يا للحماقة ويا للخشونة. يا للحماقة ويا للخشونة. إنني أسيء السلوك في أوساط النساء. ها؟ أوه. يا مولاتي. لقد شاهدت في حياتي نساء أكثر مما شاهدت أنت من طير الزرازير. تبارزت 3 مرات من أجل النساء، وهجرت 12 امرأة و9 هجران. أجل كانت لي أيام مجنت فيها وغازلت وصارحت بحبي ونمقت الكلمات المعسولة وتبخترت في سيري. أجل كانت لي أيام أحببت فيها وتعذبت وذبت وتجمدت وتأوهت في ضوء القمر وبكيت وكنت أصرخ كما تصرخ العقاء. كنت عاطفيا رقيق الحواس إلى أقصى حد. تذوقت الحب العنيف في جميع أشكاله وألوانه. أما الآن كفاني، لن أدفع الآن درهما واحدا في سبيل العيون السود والنظارات المغرية والشفاه الحمري والنقر على الوجنات والأقمار والهمسات والتأوات و لا أعني بذلك حضرتك، وإنما عنيت كل النساء، فكبيرتهن وصغيرتهن، منافقات، نمامات، حقودات، كاذبات، حتى عظام الدماء، مهمومات، حائرات، عديمات الفهم والمنطق، يبدون في الظاهر وكأنهن مخلوقات جارية، جزء من الأثير، شبه آلهة. وإذا ما تطلعت إلى نفوسهن لا ترى فيهن إلا نفوس تماسيح عادية، غير أن المثير في هذه التماسيح هو الحس الدقيق، فهو من مميزاتها الخاصة. فالمرأة لا تحب أحدا سوى كلبها الصغير، وهي إن أظهرت حبا للرجل ففي حركات الدلال والتخنع، وإذا ما ضحى الرجل في سبيل حبه لامرأة وبادلت هذا الحب فإنما بحركات الدلال محاولة القبض على أنفاسه بشدة. وإنه لمن سوء طالعك أن تكون امرأة. إنك ولا ريب اختبرت الطبيعة النسوية في ذاتك. بالله هل خبرتني صراحة؟ هل رأيت في حياتك امرأة أمينة ثابتة مخلصة؟ لا، بالطبع لا، لأن الأمينات الثابتات هن العجائز الكسيحات فقط. ويسهل على الإنسان أن يرى هرة بقرنين من أن يرى امرأة أمينة. المعذرة يا سيدي. فمن هو الأمين الثابت في الحب؟ أهو الرجل؟ أجل، هو الرجل. الرجل أمين ثابت في حبه. يا له من نبأ جديد. كيف تجيز لنفسك القول بأن الرجال أمناء ثابتون في الحب؟ أحسن رجل أحببت في حياتي هو المرحوم زوجي. أجل، أحببته بكل جوانحي، حب فتاة صبية، وقدمت له سباي وسعادتي وملكي. كنت أتنفس به وأعبده كما يعبد الوثني صنما. ومع ذلك كله، هذا الذي اعتبرته أحسن رجل من بين الرجال يخون
أجل يخونني كلما سنحت له الفرصة. ولقد عثرت في درج مكتبه بعد مماته على صندوق مليء بالرسائل الغربية، وكان عيان فضاعة الذكرى يتركني في البيت وحيدة. وبالرغم من سلوكه الشائن هذا، كنت أكن له الحب والإخلاص. والأنكى من ذلك أنني ما زلت ثابتة على حبي له حتى بعد مماته. ولقد حكمت على نفسي أن أدفن بين هذه الجدران الأربعة، وأن لا أنزع عني ثوب الحداد هذا حتى أنزل القبر. حداد؟ لا أدري من تظنينني. كأنني لا أدري السبب الذي يحملك على أن ترتدي السواد وتقبري نفسك بين جدران أربعة. حقا أن حياتك هذه لشعرية محاطة بهالة من الأسرار الخفية. لك ولا ريب تودين أن يمر ببيتك أحد تلاميذة المدرسة الحربية أو شاب شويعر فيتطلع إلى نافذتك ويقول: هنا تقطن بوبوفا ذات الأسرار التي دفنت نفسها بين جدران منزلها في سبيل حبها لزوجها. أجل نحن أدرى بهذه الألاعيب أيتها السيدة. ماذا؟ أتجرؤ على أن توجه إلي مثل هذا الكلام؟ أجل لقد دفنت نفسك حيا، ولكنك لم تنسي أن تضعي بعض المساحيق على وجهك. كيف تتجاسر وتخاطبني على هذا النحو؟ أرجوك لا تصرخي في وجهي، واسمحي لي أن أنعت الأشياء بأسمائها. فأنا لست وكيلتك كما أنني لست امرأة، فمن عادتي أن أعبر عن رأيي في صراحة. أمل أن لا أسمع صراخك ثاني. إنك أنت الذي تصرخ في بيتي، هل لا تدعني وشأني؟ ادفعي لي نقودي ومن ثم أغادر هذا المكان. لن أدفع لك شيئا. بل تدفعي. ونكاية فيك لن أدفع لك كوبكا واحدا. ثقي بأنه لا يسرني بتاتا أن أكون خطيبك أو زوجك، فأحسني المخاطبة ولا تتعرشي بي. إنني أمقت المشاكل. تجلس أيضا. أجل ادفعي لي مالي، إنني حالق اليوم، إنني إلى جد الحال. تفضل وانصرف. هل تفهم؟ إنني لا أود التحدث إلى الوقحين، انصرف. كلا. هل تخرج؟ لا أخرج. كلا. 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 لا بأس. لوكا لوكا هذا. لقد صدر الأمر بخروجك أيها السيد من البيت، فليس لديك ما تفعله هنا. اخرس اخرس ولا دست كذبك. أين دهشة يا أصحاب الكرامات؟ أين دهشة؟ دهشة إلهي دهشة. لقد خرج كل من في المنزل يجمعون التوت البري يا سيدتي. يكاد يغمى عليه. ايتوني بالماء. تفضل وانطلق. ألا يحسن بك أن تخاطبيني بلطف؟ أنت فلاح دب فظ ووحش هائل. ماذا ماذا تقولين؟ قلت إنك فظ ووحش مخيف. بأي حق تهينينني؟ أجل أهينك، أو تظن أنني أخشاك؟ أو تظن أنك كونك مخلوقة ضعيفة يخولك الحق بأن تهينيني دون أن يلحقك العقاب؟ إنني أدعوك للمبارزة. ربّا يا أصحاب الكرامات. إلى المبارزة بالمسدسات. إنني لا أخشاك رغم اعتقادك بأن لك حلق ثور وقبضتين قويتين. حقا إنك لدب فظ. إنني لا أسمح لأحد بأن يهينني أو يحتقرني، ولا يهمني كونك مخلوقة ضعيفة. دب دب دب. لقد آن الأوان لكي نضع حدا لذلك الوهم الشائع القائل بأن الرجال هم وحدهم المجبورون على دفع ثمن الإهانات. فما دامت المرأة تطالب بالمساواة فلتكن. يا شيطان هيا إلى المبارزة. أتريد المبارزة بإطلاق النار؟ أجل وفي هذه اللحظة. انتظري دقيقة واحدة، سوف آتي بالمسدسات التي خلفها المرحوم زوجي. أية مسرة أجدها في إفراغ رصاصة في رأسك الدبي فليختطفك إبليس. أبتاه ورحمتاه، أشفق على هذا الشيخ واخرج من هذا البيت.
لقد كدت أهلك من الرعب وتريد المبارزة أيضا. المبارزة بالمسدسات هي المساواة في الحقوق، وهذا هو أساس الدعوة إلى تحرير المرأة. فالجنسان في هذه الحالة يكونان متساويين. سأطلق النار عليها مبدئيا. فليختطفك إبليس، وسأفرغ رصاصة في رأسك الدبي. أية امرأة هذه؟ تحمست وتقدت عيناها حنقا وقبلت الدعوة بلا تردد. إنني لأول مرة في حياتي أشاهد امرأة بمثل هذه الصلابة والعناد. أبتاه، رجائي إليك أن تخرج، وسأصلي لك طيلة حياتي. حقا إنها امرأة عجيبة، فهي ليست من النوع المائع المتصنع، وإنما هي شعلة بارود شهاب. وقتها خسارة. رجائي إليك أن تخرج أيها السيد. جل إنها لا تعجبني بالرغم من النقر المنثورة على وجنتيها، وأجد نفسي على أتم استعداد لأن أسامحها في الدين وأغفر لها إهانتها لي. جل إنها لامرأة عجيبة. إليك المسدسات، أرني كيف تستعمل قبل أن نشرع في المبارزة. انظري. أنقذنا يا رب وارحمنا، وعلي أن أطلب النجدة من السائس والبستاني وغيرهما. ربنا من أين جاءنا هذا الضلال؟ انظري، هناك عدة أنواع للمسدسات، منها ما هو خاص بالمبارزة ويعرف باسم مورتيمير، أما هذه التي في حوزتك فهي من طراز سميث وفيسا. إنها لمسدسات جيدة، يباع الواحد منها اليوم بـ90 روبلا. أما طريقة استعمالها، فتقبضين على هكذا. ربما هذه النظرات امرأة شعلة. أقبض على المسدس على هذا الشكل؟ أجل، هكذا تصوبين الفوهة نحو الهدف المحدد، وتجعلين رأسك يميل إلى الخلف قليلا هكذا. أجل، وإياك أن تضطرب يدك. شكرا شكرا، ولكنني لا أستعمل المبارزة في الغرفة، فلنخرج إلى الحديقة. طيب، لكنني أحيطك علما بأنني سأطلق النار في الهواء. وما معنى ذلك؟ وأنت ما يعنيك مما أريد؟ هكذا أحب. أجب أنت أيها الرعديد. كلا، لن يكون لك ما تريد. هيا اتبعني، وأقسم لك بكل عزيز أنه لن يهدأ لي بال حتى أضرب بالرصاص جبهتك البغيضة هذه. قل، لماذا عدلت عن المبارزة؟ لأنني أعجبت بك. إنني أعجبتك. إنه يجر ويقول أنني أعجبته. أخرج. ألا تزالين ساخطة علي؟ ولكن هل لك أن تفهميني؟ فالمسألة هي كما ترين، وبكلمة موجزة. وما ذنبي إذا أعجبت بك؟ إنني معجب بك حقا، إنني على وشك الوقوع في هواك. أغرب عن وجهي وإلا أطلقت عليك النار. أطلق النار عليك، فإنك لا تدركين السعادة التي أجدها في الموت مشيعا بهاتين العينين البراقتين العجيبتين، وأن أقتل بمسدس تقبض عليه هذه اليد المخملية. فكري في الأمر وأصدري حكمك عليه. إنني رجل شجاع صاحب أملاك، ولي دخل سنوي يقدر ب10,000 روبل، عندي خيول ممتازة، صياد ماهر، أستطيع أن أصيب قطعة النقود في الهواء بطلقة واحدة. أفلا تريدين أن تكوني زوجة لي؟ للمبارزة أسرع، قلت لك.
أوه لا أفقه شيئاً، لقد جننت. أيها الخادم، أيها الخادم، ائتني بكأس من الماء. إلى المباردة أسرع. أجل جننت، لقد لا أفقه شيئاً، لقد أحببتك كما يحب الولد الصغير. أنا جاثم أمامك على ركبتي، فوخجلي 5 سنوات قضت لم أذق خلالها طعم الحب، فقد آليت على نفسي ألا أحب، وإذا بسهم الحب يصيبني في قلبي على حين غر. أنا أطلب يدك، لقد هجرت بعض النساء، 9 هجرنني، ولكنني لم أحب أي واحدة منهن بقدر حبي لك. أفلا تريدين أن تكوني زوجة لي؟ فأنا أطلب يدك. قف. لا بأس. أخرج، ولكن كلا لا تخرج. قف، أخرج قلت لك، ولكن قف. رباه، إنني حارقة، إنني ساخطة، لقد ورمت أصابعي من هذه الآلة الكبيرة. ألا تزال واقفا؟ أخرج، ولكن لا تخرج. قف، أخرج قلت لك. الوداع؟ أخرج، ولكن إلى أين أنت ذاهب؟ قف. رباه، إنني حارقة، إنني ساخطة. رباه، لا تقترب مني. يا لعجب من نفسي، أحببتك كما يحب تلميذ المدرسة الإعدادية، وجثمت على أمامك على ركبتي، وشعرت بموجة من الصقيع تمزق جسدي. وكيف أفكر في الحب؟ علي غدا أن أدفع الفوائد البنك الزراعي، وموسم الحصاد على الأبواب. وإذا بك تعترضين طريقي، إنني لن أغتفر لك ذلك أبدا. ارفع يدك عن خصري. رباه، يا أصحاب الكرامات، لوكا، لا تنسى بأن تأمر سائس الإسطبل بأن لا يقدم شيئا من الشوفان للحصان توبي.